عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له، وكذا 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 وكذا، أي تعدد عليه، يعني تعدد مناقبه. واجب له، شبهته إيش بالجبل. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذلك. لا يا رجل، مش هيك القراءة. ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني يعاتب أنه مدح بما ليس فيه، فيقال له: أنت جبل يا أخي، أنا بالجبل. طب هيو يقال عنك جبل، الآن قاعدين بمدحوا فيك، أنت ليش ما نهيت؟ مش ما قيل أنت كذلك؟ لا، أنت كذلك. نعم، رواه البخاري. فإياك أن تبدأ ما يسمى في زماننا، ماذا يسمى هذا المدح بعد موت الشخص؟ ماذا يسمى هذا المدح في زماننا لهذا الشخص بعد موته؟ ويقام اجتماعات ولقاءات ويمدحونه بما ليس فيه، تسمى تسمى حفلات التأبين. يقال وين؟ في حفل التأبين. طبعا هاي بين المثقفين، عامة الناس ما بيعرفوها، هاي بين المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء. وين؟ في حفل التأبين. ايش يعني حفل التأبين؟ يعني اجتماع لمدح مين؟ فلان اللي مات، يجتمعوا ويمدحونه. فكلما مدح بشيء سئل: أنت كذلك؟ الجبل، أنت جبل؟ لا ولا جبل ولا تلة ولا حول ولا قوة. فلان الأسد، أنت أسد؟ والله ولا ضبع. هم اللي بمدح، ليش ما نهيتهم؟ لما لم تنههم؟ واعرف فتاة أو امرأة بعد موت أبيها دفعت مالا لأحد الكتاب لكي يقيم حفل التأبين لأبيها، يبدأ يمدح أباها ويجعله شيئا كثيرا، وكل هذا إيش؟ مما نهى عنه الشرع. نسمع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. إذن الضابط في عذاب هذا الميت أو رحمته هذا اللسان. هل رفعت صوتك بالبكاء؟ هل ذكرت المناقب والتأبين؟ هل نحت؟ هل تسخط؟ كل هذا مما يعذب به الميت. نسمع الحديث التالي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافية. انظر، سربال يعني قميص، قميص إيش؟ من قطران، يعني نار، ودرع من جرب، درع يعني اللي بيلبس في الحرب الحديد، وهذا لأنها لم تتب. والنائحة الآن متى يقال عن المرأة أصبحت نائحة؟
إذا كانت تستمر. أما ناحت لا يقال عنها نائحة، وخصوصا أن هناك من النساء من تستأجر لكي تنوح، زي ما قلنا في كتاب يستأجروا للتأبين، أيضا في يستأجرنا لإيش؟ للنائحات. وحقيقة التأبين هذا شر، لأن هذا عند مثقفين وأصحاب شهادات، يأتون إلى شخص مثلا يكتب في التراجم، يقول لك يا عم هي 1000 دينار وامدح أبانا. شو امدح فيه؟ ما بعرف، انت بتعرف تكذب وبتعرف تألف وبتعرف تخترع وبتعرف تسوق العبارات وبتعرف، وما بقولوا له بتعرف تكذب، هم بقولوا له بدنا اياك تمدح أبانا. فبيطلع كتاب كله مدح فيه، خلاه كأنه ايش يعني أمة الإسلام تنمات، فقدت أكبر شخص، وهو حقيقة أمره شو بديش أزيد، إنه من عامة الناس ليس أكثر. وكذلك هنا النائحة،